إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر لعشاق الدجاج البلدي. خيرات تبارك الله، الخير موجود. الصورة أمامكم، خيرات تبارك الله. مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج البلدي. فالخيرات موجودة، دائما مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. لعشاق الدجاج البلدي، فالخيرات موجودة مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. الدجاج البلدي انواع واشكال، الصورة توضح ذلك، والاثمنة مختلفة. الفروج المليح وصل ل 130 درهم، 2600 ريال، في حين ان الدجاجة مليحة الثمن ديالها 60 درهم 70 درهم. الخيرات تبارك الله، الصورة امامكم مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في. ارحب بكم في هذا البث المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. فالدجاج البلدي عنده عشاق ديالو، صورة غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في. دائما أرحب بكم في هذا البث المباشر، تحياتي لكم جميعا مشاهدينا الكرام من أحد الضيعات المختصين في بيع وشراء الدجاج البلدي والحجل. الخير موجود تبارك الله، الفروج المليح واصل 130 درهم، في حين ان الدجاجة وصل الثمن ديالها 60 درهم 70 درهم، شي حاجة مليحة. غير للتذكير، فالسبب الرئيسي وراء غلاء أسعار الدجاج البلدي راجع بالأساس إلى غلاء أسعار أكل المواد العلف، غلات. الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان. خيرات موجودة تبارك الله لعشاق الدجاج البلدي، فالخير موجود. شوفوا معنا الأنواع والأشكال ديال الدجاج البلدي من عين المكان، صراحة الجودة وجميع الألوان موجودة والأثمنة مناسبة. فالفروج المليح بحالة الفروج اللي أمامكم على الشاشة، فالثمن ديالو 130-120 درهم، في حين أن الدجاجة كتبدا من 60 درهم 70 درهم، شي حاجة مليحة. إذا دائما أرحب بكم جميعا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الشعر قناة شوف تي في.
أينما كنتم سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن، فمرحبا بكم في هذا النقل المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج البلدي. خيرات موجودة تبارك الله، أنواع وأشكال ديال الدجاج البلدي، الصورة أمامكم والأثمنة مختلفة. فالروج المليح واصل 130 درهم، في حين أن الدجاجة واصل الثمن ديالها 60 درهم 70 درهم. دائما أمامكم على الصورة خيرات موجودة تبارك الله، والأثمنة مختلفة ومتباينة، كاين اللي الثمن ديالها طالع وكاين اللي الثمن ديالها مناسب. نتمنوا الخير يا ربي، فغلاء أسعار الدجاج راجع بالأساس إلى غلاء الأعلاف اللي طلعات الثمن ديالها حتى هي. والسبب الرئيسي وراء غلاء الأعلاف وهو الجفاف. نتمنوا الخير يا رب ان شاء الله، وهذا تقاد الامور ان شاء الله. الصورة امامكم، دائما مشاهدي قناة الشعب قناة شو تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المسائي المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج البلدي. خيرات موجودة تبارك الله، والأثمنة متباينة، فحالة الفروج هذا الثمن ديالو 130 120 درهم، وكاين ديال 80، كاين ديال 70، كاين ديال 75 على حساب الجودة والطوناج، في حين أن الدجاجة كيبدأ الثمن ديالها من 60 درهم 70، شي حاجة مليحة. 70 درهم بحال هاد الفروج، 130 درهم البيع ديالو. دائما الصورة أمامكم مشاهدي قناة شوف تي في، خيرات موجودة تبارك الله لعشاق الدجاج البلدي. حالة الفروج الثمن ديالو 130 درهم، هذا اللي أمامكم فيه الصفر والبيض، هذاك 130 120، وكاين ديال 100، كاين ديال 90، كاين ديال 80، كل واحد والثمن ديالو على حساب الطوناج اللي كيدير. خير موجود تبارك الله، ولولا الجفاف لا ما يكونش الثمن. فالثمن حديثي مع البيع وشرايا، السبب الرئيسي وهو غلاء اسعار الاعلاف هو اللي مطلع الثمن ديال الدجاج. ف نتمنوا يا رب هاد السنه تكون سنه ماطره، حنا كنعيشوا هاد الايام تقلبات في الطقس، نتمنوا ان شاء الله التقلبات وهاد برود الطقس وهاد الغيوم الكثيفه اللي كتغطي سماء المنطقه نواحي بن سليمان تعطينا امطار الخير ان شاء الله وتقاد الامور. الصوره امامكم على المباشر، اذا مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، مبقى لي إلا نودعكم بعدما كنت معاكم على المباشر مباشرة من نواحي بن سليمان لعشاق الدجاج البلدي. فخيرات موجودة تبارك الله،
انواع واشكال ديال الدجاج البلدي والاتمنه متباينه ومختلفه. ففروج المليح كي الثمن ديالو كيوصل ل 130 درهم، في حين ان الدجاجه الثمن ديالها 60 70 درهم. اذا الى هنا ينتهي هذا النقل المباشر. دمتم في رعاية الله مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي، نهاركم مبروك، وإلى اللقاء مشاهدينا الكرام.